معانا النهارده 10 كلمات فيهم حروف صامته لا تنطق واغلبنا بينطقهم بطريقه خاطئه. اول كلمه معانا هي كلمه air. air ال h هنا silent ما بتتنطقش. air 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 يعني وريث. خد بالك الكلمه دي رئيس وزراء كندا غلط فيها. شوف واحد صاحب يعني اتولد بيتكلم اللغه الانجليزيه نطق قبل كده ال h اوكي وما خدش باله. فما تخافش انك تغلط، ما تخافش خالص، كلنا بنغلط كلنا بنتعلم من غلطاتنا. يبقى اول كلمه air air air. تاني كلمه معانا لان دي بنغلط فيها كتير قوي calm. ال هنا silent بقى calm 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 يعني هادئ. calm calm. عندنا كمان الكلمه دي debt. debt يعني دين، حد عليه دين مثلا. debt 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 هنا البي silent واضحه. الكلمه اللي بعد كده hour hour hour. ما في الاتش هنا صامته، ما فيش حاجه اسمها hour. ها hour hour hour. كلمه save ال w هنا صامته. sword 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 اوكي. البسكوت بالانجلش بسكت، اليو هنا ما بتتنطقش، مش بسكويت زي العربي، لا بسكت بسكت، ما تنطقش اليو اللي بعد السي. بسكت بسكت بسكت. عندنا كمان كلمه قلعه كاسل 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 كاسل. واغلب الكلمات عموما فيها اس تي ال اي، التي ما بتتنطقش فيها اوكي. كاسل التي هنا مش منطوقه. عندنا كمان البرلمان، الكلمه دي مهمه جدا. parliament 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 parliament. خدت بالك الحرف الصامت هنا هو حرف الاي. parliament مش حاجه اسمها parliament، هي parliament parliament parliament. عندنا كمان كلمه اللوز اوكي، ليه نطقين بالانجلش، ممكن تقول almond او amend في الامريكان انجلش. almond او amend، المهم ال ال سايلنت ما بتتنطقش هنا اوكي. عندنا كمان كلمه ممر اوكي، زي الممر في السوبر ماركت الكبير او اللي هو بتشتري منه البضائع، اسمه بالانجلش ايل ايل ايل. خدت بالك الاس هنا سايلنت ايل ايل. كنت عملت فيديوين قبل كده اتكلمت فيه على القواعد بتاعت الحروف الصامته، حاسبهم لك في اول تعليق. ولو عاوزنا نتكلم على كلمات اكتر او انت كلمات اكتر فيهم حروف وصامته فيهم حروف صامته اعمل شير ولايك. Thank you and wish you all the best. سلام.